الفنان عبد الحق من مواليد مدينة بنقرير في حي شعبي، بطل وطني سابق في الثمانينات في ألعاب القوى، موظف بالجماعة الحضرية مدينة بنقرير، فاعل جمعوي بامتياز بإقليم الرحامينة، رئيس الجمعية الرياضية شباب بنقرير لألعاب القوى، ونائب رئيس عصبة تنسيفة الحوز مراكش تنسيفة الحوز لألعاب القوى. هذا النادي ديالك عطى شي أفكار؟ النادي تأسس في 93 و20 عام وانا معهم في العضويه كمستشار، ولكن دخلتني واحد الفكره على الاساس علاش ما ناخذش انا الجمعيه، وفعلا يسر الله وتراست الجمعيه لمده سنتين، وربما كانت في المستوى المطلوب في ظرف سنتين يلا خديت الرئاسه على عاتقي.
مشمور شاكير. شنو هو النادي اللي تشكيل؟ هم الاتحاد البلدي لايت ملول. بيسوس من صدرعة. درت مترو. اه 200 متر و 100 متر. ان شاء الله نمثل المغرب في الملتقيات الدوليه ونكون بطل تاعنا. علاش لا؟ سبق لك شاركت في ملتقيات وطنيه؟ شاركت في الملتقى ديال محمد السيس. شحال جيتي؟ جيت الثالث ولكن كنت بليسور. وشاركت بهذه الملتقيات ودوزيام وصيف بطل المغرب في مسافه 100 متر. والعام ان شاء الله التخصص ديال 200 متر وان شاء الله غنكون عدو العزيز هادي ان شاء الله باش تانا نكون بطل كيف حالو ان شاء الله ونمثل المغرب. لمن كنقدم الشكر في هذه المسيره الرياضيه ديالك؟ كنمثل الشكر الاول للاستاذ ديالي اللي دار المجهودات معايا وكنشكر النادي ديالي الاتحاد البلدي لايت ملول وكنشكر الوالدين ديالي حتى هما اللي شجعوني ماديا ومعنويا وكنشكر مدينه بن قرير اللي استضافت هذا الملتقى وشكرا. السلام عليكم، الاسم احمد بيري من مدينه مراكش نادي الكاسيم. بهذه المناسبه تاع التظاهره اللي مفتوحه اللي تتاهل التظاهرات الكبرى تنحيي النادي ديالي وتنبغي نشكر الاساتذه تاعي كاملين على راسهم السي احمد ناصح اللي هو المدير التقني ديال الفريق. كما تنبغي نتوجه من هذا المنبر للسي رشيد شمله اللي هو رئيس العصبه باش يشوف لنا شي حل بالنسبه للماتيريال مع الماتيريال تاع التيران ما كاينش. وانا الاختصاص ديالي هو السونديسي و 400 متر هي اضافه الى الالعاب المركبه. تنتوجه ليه باش يشوف لنا شي حل ويلقاو لنا شي انسان اللي يعود يعطينا الماتيريال باش نخدمو. والسبب تاع عدم وجود الاجهزه هذاك الشيء علاش ما كانش التوقيت ديالي مزيان مع انني ربحت الكرسي الا انه كان التوقيت يعني ماشي شي توقيت اللي تيأهل باش انك تلعب الالعاب القادمه ان شاء الله. ولكن حنا ان شاء الله باقي في الاول العام وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبريباريو مزيان. وتنشكر مدينه بن قرير على الاستضافه تاع هذا الملتقى وشكرا. الطموحات ديالي هو اولا يعني نحطم هذا التوقيتات اللي عندي اولا يعني شخصيا، ومن بعد نطمح انني نكون بطل ان شاء الله على الصعيد الوطني ولما لا الصعيد العالمي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا بزاف. المسافة هذه أستاذ؟ من ديالكم غادي يحطك في الكولوار سي كلير. ذاك الكولوار أنت اللي غادي تلعب فيه غادي تمشي فيه من هنا حتى للدوسون صافي؟ راه شد دوك الأساتذة اللي كاينين هنا كاين واحد القراعي ياك تما عاد هضر مع السيد كان صافي غير هضر سمعتني؟ غادي كيدخلوا الا خرجتي قبل هذه المسافه راك اليميني فهمتيها غيقصيوك. راه خصك تتبع الكولوار ديال واحد الكولوار حتى توصل ليه. الكولوار اللي عطاوه لك شدو راه فيه راه راه باينه في الحكم تما Вадим Сергеевич.
بن مقدور نادية شبال سيدي يوسف بن علي من مراكش. جريت 800 متر و المسابقة كانت في المستوى وتنظيم في المستوى، وان شاء الله الطموح ديالي هو ان شاء الله غادي نلعب الميشينغ ديال محمد السادس باش ندير لو طون ان شاء الله ونلعب في بطولة العالم اللي كاينه في مراكش. وتنشكر جزيل الشكر للمدرب ديالي والوالدين ديالي بطبيعة الحال. الطموحات ديالي المستقبلية ان شاء الله هو نحسن التوقيت ديالي في المسافة ديال 800 متر، وان شاء الله غادي تشوفوا هاد الوجه ان شاء الله يجيكم ان شاء الله مستقبلا غادي نلعب مزيان ان شاء الله. شكرا. يلا ما تخرجوش. خويا تماشي كتصل الاولى شحال يلا القف يلا القف شحال خويا خويا الياس الياس قبل معك المرتبة الثالثة في هذا اللقاء المفتوح بن قرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي وفقني في هذا السباق حتى تكلصت المرتبة الثالثة وهزيت الراية ديال جمعية بومندادس لألعاب القوى. وشكرا. اش كتمنى مستقبلا ان شاء الله؟ نزيد لقدام وجميع الشباب في جمعية بومندادس لألعاب القوى. لعب القوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنوعدكم
السي باقي شويه كنصيب. كاين شي منافسة؟ كاينه منافسة ديال حاجة طبيعي كما شتي راه طال 20 متر الاخر عاد باش تطلع المنافس ديالي. هو دابا صبر توقيت توقيت سيكون 30 كونترول هاني قال لك كي جاك التظاهرة مزيان الحمد لله مزيانة مزيان الحمد لله. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا.
تنعطي التعريف ديالي حسن ابو العيون رئيس جوهرات مراكش تنسيف الحوز لالعاب القوى. وكانت عندنا هذه المشاركه اللي هي مشاركه الملتقى المفتوح الثالث فيدرالي بتنسيق مع عصبه مراكش تنسيف الحوز. وكانت تظاهره جيده وكان التنافس في السباقات جميع السباقات شبان كبار. كانت النتائج بالنسبه للنادي عندنا كانت نتائج جيده. كان الصف الاول في الميل 5 في 1500 كان ايتسوس عبد اللطيف وهو منطقه اسني اللي هو تنشكروه وتنشجعوه باش ان شاء الله بحول الله يمشي بعيد. لهذا حنا تنحاولوا نديروا تنقيب لهاد الابطال اللي هما واعدين. وتنشكروا سيدنا نصره الله اللي كنا شاركنا في هاد المركب اللي هو السونتر مركز اللي دشنو. تنشكروه الشكر الجزير والله يخليه والله يطول عمره وجميع العائله العلويه. وبالنسبه لتحياتي لبن قرير حتى هما تنشكرهم الشكر الجزير رحمنا خاصة على راسهم الفنان عبد الحق اللي استضفنا استضافه جيده عنده. تنشكره الشكر الجزير ردوا ليه الجميل ديالو. وتنطلبوا من جميع العاب القوى اللي هو واحد النقطه اللي تنركز عليها باش تكون انتباه. تنتمنى اللي تيمارس العاب القوى باش يبعد من المنشطات تناول المنشطات لانه هي خطيره جدا جدا ويحاولوا يحاربوا حتى اللي تيزولوا بهم. وهذا واخيرا تنشكروا الجزيره جريده دادز تنشكروا جريده دادز انفو والشكر الجزير للسي علي. السلام عليكم ورحمة الله.